هاي، أنا رانيا بعسيري، براكتيشنر ريليشن شيب أند لايف كوتش. الموضوع اللي بدي أطرحه هو الذكاء العاطفي، مش بس مع مشاعرنا، مع مشاعر غيرنا. كيف بنقدر نتعامل مع مشاعر غيرنا بذكاء؟ مثلا زوجي معصب، أو بنتي زعلانة، أو مديري مزعوج، كيف بتعامل مع هذا الشخص اللي عنده مشاعر قوية وبنفس الوقت ما خلي هالمشاعر تأثر علي سلبا؟ هاي مهارة بقدر أطورها وأقويها بالممارسة والتدريب. بالفيديوهات المقبلة هأحكي عن 5 تقنيات بتساعدنا نتعامل مع مشاعر الآخر باحترام وفعالية بدون ما أمتص طاقة سلبية. التقنية الأولى للتعامل مع مشاعر الآخر بذكاء هي أنه أعتبر هالمشاعر القوية بازل مش مشكلة. كيف؟ لما اللي حوالينا واللي هن عزيزين علينا بتهمنا راحتهم يكونوا مزعوجين أو معصبين أو حزينين، من الطبيعي نشوف الموضوع على أنه مشكلة بدها حل. هون عقلي بيفتكر أنه شيء سيء ولازم ساعده على التخلص منه. لهالسبب بنصير نعطي نصايح لحل المشكلة، وأكيد هالشي غير مجدي لأنه الإنسان اللي مقابلنا ما قادر يسمع ويستوعب منطقنا وهو بهالحال. حيفوتوا من هون ويظهروا من هون. سو بدل ما أشوف مشاعره على أنها مشكلة وبدها حل، خليني غير رؤيتي وشوفها على أنها بازل. هون عقلي بصير عنده حشرية يفهم ويتعاطف، وهيدا الشي اللي بده إياه الشخص اللي بوجهي. بنتبه لحكي الذاتي، بدل ما أقول مثلاً ما شايف انه هذا التفكير عم بضره، ما عارف قد ايه مشاعره عم تاثر سلبا على اللي حواليه، بقلب تفكيري لاسئله فيها حشريه. شو ممكن تكون الظروف اللي وصلته لهالمشاعر اللي بتوجه؟ شو ممكن يكون عم بفكر؟ معقول تكون هالمشاعر عم تعطيه شيء هو بحاجه له؟ فاذا اول تقنيه، حاول تفهم كيف وليش بدل ما تحاول تحل المشكله وتنصح. التقنيه الثانيه للتعامل مع مشاعر الاخر بذكاء هي التعاطف المقلوب. التعاطف هو إنك تحط حالك مكان الشخص الآخر وتحس بمشاعره وظروفه. طبعاً التعاطف مطلوب دايماً، بس بهيدي الحالة بدنا نحاول نقلب، وبدل ما أحط حالي محله خلينا أتذكر وقت مرق علي كنت حاسس بنفس مشاعره. مثلاً بتذكر وقت كنت معصب فيه، شو اللي خلاني أعصب؟ شو الأفكار اللي راودتني؟ شو عملوا اللي حوالي؟ والأهم شو كنت بتمنى يعملوا لما كنت بهالحالة؟ هون طبعاً بدي شدد إنه ما نغرق بالمشكلة حتى ما نصير 2 معصبين، وطبعا ما خبروا الخبرية حتى ما قلوا بالاهتمام منه إلي. بس بمجرد ما حط حالي بهذا الموقف بصير فهمانه أكتر وعازره أكتر وقادر ساعده أكتر. التقنية الثالثة للتعامل مع مشاعر الآخر بذكاء أنه نكون مراية مش مصلح. حكينا قبل أنه نحن ما بدنا نصلح مشكلة، بس بدنا نكون متواجدين لهذا الشخص. أغلب اللي عندهم مشاعر سلبية ما بدهم مصلح، بدهم حدا يسمع لهم ويفهمهم. من أفضل الطرق هي الـ reflective listening، يعني ببساطة نكرر كلامهم. مثلا إذا قال حاسس أنه كل المصايب عم تحط فوق راسي، بقول له أنا فهمان عليك، حاسس أنه المصايب عم يجوا ورا بعض صح؟ بكرر حكيه لأن فعليا هو هيك حاسس. بهالطريقة بحس أني عم بسمعه وفهمانه وأنا حده وحاسس فيه. بدل ما أعطيه نصيحة بكون عم بعطيه وجودي الصادق حده. الطريقة الرابعة للتعامل مع مشاعر الآخر بذكاء هي أنك تتقبل مشاعرك. لما الشخص الآخر يكون عنده مشاعر سلبية بدنا ننتبه أنه ما نغرق نحن كمان بهالمشاعر ونأثر عليه وعلينا وعلى العلاقة. الحل أنه ننتبه لمشاعرنا قبل ما تقوى ونتحكم فيها من خلال الفاليديشن، يعني نعترف بهالمشاعر ونتقبل أنها منطقية ومشروعة. مثلا زوجي رجع معصب من شغله وبلشت الطاقة السلبية تنتشر بالبيت، بعد فترة حسيت أنا كمان مزعوجة. بدل ما أترك مشاعري تقوى وأتصرف بطريقة تضر الكل، خليني أتوقف وأتفكر بمشاعري وأتقبلها وفكر بالطريقة الأمثل للتصرف. التقنية الخامسة والأخيرة للتعامل مع مشاعر الآخر بذكاء هي توضيح مسؤوليتي. نحن مسؤولين عن الأشياء اللي قلنا سيطر عليها، ومشاعر الآخر منا تحت سيطرتنا، بس اللي منقدر نسيطر عليه هو تصرفاتنا وردات فعلنا. أنا مني مسؤولة خليه يصير أحسن أو يتغير تفكيره. لما نوقف نتوقع أنه مسؤوليتنا نحسن مزاج الآخر، بصير بقدر أتواصل معه بطريقة صادقة وداعمة.